يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يذهبوا الإيمان والإسلام بأفواههم. شبه الذي يريد أن يمحو الإسلام وأن يذهب أثره بالذي يحاول أن يطفئ نور الله. وتخيل أنه واحد يريد يطفئ نور الشمس مثلا، مع أن الشمس يعني أدنى لا مقارنة بين نور الله والشمس، يريد أن يطفئ الشمس بفمه ينفخ حتى تطفئ الشمس. والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.